بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة 16 من فقه الأحوال الشخصية متعلقة بإنهاء عقد الزواج، وسنتكلم فيها ابتداء عن بيان معنى الطلاق ثم حكم الطلاق ومالك هذا الحق. الطلاق لغة حل القيد مطلقا، سواء كان حسيا أو معنويا، إلا أن العرف قصر استعمال الطلاق على القيد الحسي فصار هو المستعمل. ابتدأنا هذه المحاضرة من إنهاء عقد الزواج بالطلاق، لكون الطلاق هو الغالب في إنهاء عقود الزواج، وإلا فإن لانحلال عقد الزواج صور أخرى، منها الخلو والفسخ وعن طريق حكم القاضي. نعود ونقول: الطلاق اصطلاحا هو حل قيد الزواج بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه، سواء كان في الحال أو في المآل، في الحال أو في المآل. حل رابط الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن، والطلاق البائن من صوره أن يتلفظ الزوج بالتطليقات الثلاث، فبعد انتهاء التطليقات الثلاث تكون المرأة قد بانت من الزوج بينونة كبرى. وحل الرابطة الزوجية في المآل يكون بالطلاق الرجعي، والطلاق الرجعي يختلف عن الطلاق البائن، لكون الرابطة الزوجية لا زالت قائمة في الحال، ولكن في المستقبل إن أصر الزوج على الطلاق فإنه سيقع بعد ذلك طلاقا بائنا. حكم الطلاق، والمقصود بالحكم الحكم التكليفي من حيث الفرض والوجوب والندب والكراهية والإباحة والاستحباب، اللي هو في الحقيقة الندب والاستحباب بمعنى واحد. الأصل في الطلاق الحظر، ولا يلجأ إليه إلا عند وجود أسبابه الملزمة، لأن الله عز وجل وصفه بالميثاق الغليظ، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي الزوجات أخذنا من الأزواج ميثاقا غليظا، ويستدل أي بعقد الزواج. ويستدل لهذا القول بأنه الأصل في الطلاق هو الحظر وعدم الجواز، الأمر بالإصلاح عند حصول الشقاق بين الزوجين، واجب على الآخرين بالقيام بالإصلاح بين طرفي العقد، أي الزوج والزوجة. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا واجب الإصلاح عند حصول داع الفراق، واجب على الآخرين القيام بالإصلاح بين طرفي العقد، أي الزوج والزوجة، عند حصول دواعي الفراق وانحلال الرابطة الزوجية. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق،
أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا يدل أن الأصل به التحريم، وإن كان لأحوال استثنائية يكون مباحا، أي من خلال هذا الحديث أن الأصل في الطلاق هو التحريم، هذا الأصل، لكن الاستثناء والدواعي الاستثنائية دعت إلى القول بجواز، أي جواز الطلاق. ثالثا على نستدل به أيضا على تحريم الطلاق في أصله، الظلم حرام في الشريعة الإسلامية بكل صوره، ولذلك ألزم الشرع معاشرة الزوجة بالمعروف وإن وجد الزوج كرها لها في نفسه، لأنها ما رضيت بالزواج إلا لأنها تأمل أن تجد السعادة في كنف الزوج. في بعض الأحيان يجد الزوج في نفسه كراهية لزوجته، هذه الكراهية بعد العقد لا تكون عذرا أو مبررا لإيقاع الفرقة بالطلاق، بل هنا الواجب على الزوج أن يمسك عليه زوجته، لأنه بهذا الطلاق ولهذه الأسباب قطع حياتها المستقيمة التي رسمتها لنفسها بعد موافقة الزوج على الاقتران بها بدون تقصير منها، وهذا حرام وهذا ظلم، لأن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، والطلاق يؤدي إلى الظلم فهو حرام بدون سبب أو لأسباب لا ليست شرعية ومبررة لإيقاع الطلاق. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، هو مالك الطلاق، مالك هذا الحق، من الذي يملك الطلاق؟ وأيضا نتطرق في هذه المسألة بعد ذلك إلى شروط هذا المالك. الذي يقع منه الطلاق هو الزوج، الذي يملك إيقاع الطلاق هو الرجل الزوج، لسببين رئيسيين. الأول إن الرجل أكثر ترويا وأناة من المرأة، لأن المرأة عاطفية سريعة الانفعال، وهذا ما يجعلها أصلح من الرجل في القيام على رعاية الأطفال وتربيتهم، فوجود العاطفة في نفسية الزوجة أو المرأة بصورة عامة لا يكون نقصا من شخصيتها، وإنما هو فيه إيجابيات كثيرة، من ذلك لمصلحة أرادها الله عز وجل تكون للمجتمع بصورة عامة، بأن تكون أصلح للقيام على رعاية الأطفال وتربيتهم، وفي ذلك مصلحة عظيمة، لأنها تكون هنا مسؤولة عن إنشاء البذرة الأساسية لتكوين المجتمع، فإذا صلحت هذه البذرة صلح المجتمع بأسره، وإن فسدت فسد المجتمع. ولذلك من جانب آخر، إن الطلاق لو جعل في يد الزوجة بسبب هذه العاطفة التي هي إيجابية في جوانب أخرى، لربما في مسألة الطلاق مارست هذا الحق لأبسط الأسباب، وفي ذلك ضرب عليها وعلى الزوج. أيضا من الأسباب التي من أجلها جعل الطلاق بيد الزوج وليس الزوجة، أن الطلاق يترتب عليه حقوق مالية، يكون المطلق أي الزوج تكون هذه التبعات متعلقة بالزوج وملزما بها،
وملزما بها، وقد لا يستطيع، قد لا يستطيع حملها كمؤجل المهر الذي يحل بالطلاق، كمؤجل المهر الذي يحل بالطلاق، ونفقة العدة، وبذل المال الجديد لبناء زوجية جديدة. كل هذه الأمور متعلقة بالزوج، وواجب عليه أن يؤديها بعد الطلاق. فالطلاق تترتب عليه تبعات مالية، هذه التبعات تكون ملزمة بالنسبة للزوج المطلق، إضافة إلى ما يكابده من آلام نفسية هذا الزوج من جراء فراق أولاده ولو إلى مدة قصيرة، وأيضا الخوف مما يدفعه إليهم من نفقات أن تصرف إليهم في غير الوجوه التي تعود عليهم بالخير. فالأولاد يكونون عادة مع الزوجة المطلقة بعد الفراق، ويكون في حالة كون هؤلاء الصغار أي الأولاد ما زالوا صغار ملزم الزوج بدفع نفقات مالية إليهم، فلعل هذه النفقات لا تذهب بالوجه الذي يرضاه الزوج ويعود بالخير، هذه النفقات تعود بالخير عليهم، وفي ذلك أيضا آلام نفسية ترجع على الزوج الذي طلق زوجته. كل هذه الأمور المترتبة على الطلاق من شأنها أن تدفع الزوج إلى التروي في إيقاع الطلاق. إذن هذه الأسباب تدعو الزوج إلى التروي والتأني في إيقاع الطلاق، وبالتالي إذن المصلحة تعود على الزوجة أيضا وعلى الزوج. فلا يقدم على خصم عرى الزوجية إلا إذا رأى إن الطلاق أمر لا بد منه. إذا وصلت المبررات وأسباب الشقاق ما بين الطرفين إلى مستوى لا يمكن حلها، فعند ذلك يكون الطلاق مشروعا. يشترط في الرجل لكي يوقع الطلاق شروط. أول هذه الشروط أن يكون عاقلا بالغا مختارا اختيارا صحيحا، عاقلا بالغا مختارا اختيارا صحيحا. وجمعت هذه الأمور العقل والبلوغ والاختيار بنقطة واحدة، لأن جميعها متعلق بالإرادة، بإرادة الزوج الحقيقية إنشاء الفرقة ما بين الطرفين، وهو الذي يعي ما يقول، يريد ما يقوله، سواء كان صحيحا أو مريضا، رشيدا أو سفيها على رأي جمهور الفقهاء. إلا أن أبي ليلى فيما يتعلق في مسألة السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، السفيه تعريفه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فإذا أوقع طلاقه عند جمهور الفقهاء بأنه يقع طلاقه، إلا أن رأي آخر ذكره ابن أبي ليلى رحمه الله لم يجز طلاق السفي. والسبب في ذلك قال أنه كما أن تصرفاته غير معتبرة في الأموال، السفيه تصرفاته في الأموال غير معتبرة، بل يجعل عليه وصيا. فكما أن تصرفاته في الأموال غير معتبرة فكذلك في الزواج. يقول أيضا ابن أبي ليلى ومن وافقه، يقول أيضا في الزواج وإيقاع الفرقة بالطلاق تصرف لا يكون معتبر، فإذا أوقع الطلاق كلامه لا يعتد به. يقول لأنه يجري مجرى الأموال، هنا الطلاق يجري مجرى الأموال، كيف يجري الطلاق مجرى الأموال؟ يقول بأن الطلاق تترتب عليه تبعات مالية، فابتداء في عقد الزواج هو قد بذل المهر
وبذل نفقة على المرأة، ثم بعد الطلاق سوف تذهب كل هذه الأموال، وهو يحتاج أيضا وملزم بأن يدفع المؤخر، فإذا هو أيضا تصرفات مالية يعني تترتب على الطلاق تصرفات مالية، ولذلك يقولون يعامل معاملة تصرفه في ماله البحت الصرف، فلذلك لا يوقعون طلاقا. فإذا توفرت الشروط التي سبقت وهي العقل والبلوغ والاختيار، فهو أهل، يكون الزوج أهل لإيقاع الطلاق، يكون الزوج أهل لإيقاع الطلاق. وإذا صدر الطلاق منه أو من رسوله أو وكيله، ممكن أنه الزوج يبعث وكيلا عنه أو رسولا عنه لإيقاع تطليقاته، فهنا يكون الرسول أو الوكيل ملزم بما قيده به الأصيل الذي هو الزوج. فإذا باشر الرسول أو الوكيل التطليقات بدلا عن الزوج فالطلاق يقع وتنحل به الرابطة الزوجية. أما غير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته، فلا يقع طلاق واحدا منهم، فلا يقع طلاق واحد منهم لعدم أهليتهم، لعدم أهلية هؤلاء. فالمجنون فاقد الإرادة وهو لا يعلم ماذا يريد ولا يعرف ماذا يترتب على الطلاق، لذلك إذا صدرت منه هذه الكلمات أي كلمات الطلاق فإنه لا يقع طلاق. وكذلك من اختل عقله بسبب الكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته فلا يقع طلاقه، طلاق هؤلاء لعدم أهليتهم لإيقاع الطلاق، فالإرادة هنا مسلوبة منهم، ولذلك لا يترتب على الكلام شيئا لأنه صدر من غير إرادة حقيقية ومعرفة لما يترتب على هذه الكلمات التي تلفظ بها. ومثله غير البالغ، ومثله غير البالغ الصغير فلا يقع طلاقه، لأنه مثل المجنون والذي اختل عقله الصغير، لأنه من التصرفات الضارة. الطلاق الأصل فيه أن تصرف ضار التي لا يكون الصبي أهلا لها حتى يبلغ الحلم ويتم ببلوغ عقله، يكون عقله كامل وتكون بالتالي إرادته مستكملة لإيقاع التصرفات، ومن تلك التصرفات الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون. كل طلاق جائز، هنا استثناء صنفان من الأزواج اللذان لا يقع طلاقهما، وهما الصبي والمجنون. وألحق بهما لعلة فقدان إرادة الطلاق، يعني بالصبي والمجنون، الغضبان. والمراد بالغضب هنا هو الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان صوابه بحيث أنه لا يعرف ماذا يقول، ولو قيل له أنك فقلت كذا فيقول أنه لم يقل هذا الشيء وينكر ذلك بإصرار. هذا يدل على أنه الغضب قد طغى على عقله فهو لا يعرف ماذا قال. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بهذا الخصوص: الغضب شعبة من شعب الجنون. واستدل الفقهاء لهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، المراد بالإغلاق هنا هو الغضب، الغضب الشديد. اختلف الفقهاء في طلاق المكره،
وهذه مسألة متعلقة بالاختيار، ولذلك اختلف الفقهاء في طلاق المكره، هل يقع طلاقه المكره على الطلاق، هل يقع طلاقه هدد بالقتل أو هدد بإتلاف طرف من أطرافه أو قتل أصوله أو فروعه، فهل يقع طلاق مثل هؤلاء الأشخاص؟ الفقهاء على قولين. القول الأول قالوا رغم أنه مكره إلا أنه يقع طلاق، هذا قول فقهاء الحنفي. فقهاء الحنفي استدلوا حقيقة، لديهم أدلة استدلوا بها، وإن كان للجمهور أدلة أخرى. فأول الأدلة التي استدلوا بها فقهاء الحنفية على وقوع طلاق المكره قوله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق، أي لا رجعة في الطلاق، أي لا رجعة، إذا وقع الطلاق حتى من المكره فإنه يكون واقع وتترتب عليه آثار. ومناسبة هذا الحديث لا قيلولة في الطلاق بأن امرأة أكرهت زوجها على الطلاق، وعندما باشر الطلاق ذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق، أي لا رجع. استدلوا أيضا فقهاء الحنفية على أن طلاق المكره يقع بالتعليل العقلي، قالوا إن المكره مختار اختيارا كاملا في السبب، إلا أنه غير راض بالحكم، هو أكره نعم لكنه اختار، هو اختار بالنتيجة، هنا تحققت الإرادة، اختار السبب وهو الطلاق وإن كان غير راض بالنتيجة، لأنه نظر في الشرين الطلاق أو التهديد الذي وقع عليه وما يترتب عليه، فاختار الطلاق لأنه رأى أنه أهون عليه من مما لو وقع عليه ما هدد به، فلذلك هو اختار أهونهما عليه شرا، فيكون بالنتيجة هو اختار هذا الشيء برضاه وإن كان مكرها ابتداء. فيقولون الإنسان هو محاسب على الأسباب، أما النتائج فلا يترتب عليها الحكم، ولذلك باشر الطلاق فيقع طلاق. هذا طبعا قول فقهاء الحنفية، لأن جمهور الفقهاء لهم رأي آخر، حيث أنهم قالوا لا يقع طلاق المكره، ولهم أدلة بصراحة أجد أنها أقوى مما ذكره فقهاء الحنفية، هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجه الدلالة أن وضع عن الناس وزر الكفر إذا نطقت به ألسنتهم وكانت قلوبهم عامرة بالإيمان. هنا من نطق بالكفر الله عز وجل قد تجاوز عنه. إذا كان مكرها إكراها حقيقيا وقلبه بحيث قلبه مطمئن بالإيمان، إلا أن الإكراه الملجئ دفعه إلى النطق بكلمة الكفر، هذا الذي قد تجاوز الله تعالى عنه. فإذا عدم إيقاع الطلاق من طريق أولى، عدم إيقاع الطلاق لمن أكره على الطلاق من طريق أولى أن عدم يقع الآثار المترتبة على هذا اللفظ أي الطلاق. أيضا استدل جمهور الفقهاء على عدم ترتب آثار على طلاق المكره قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه
لأنه ما صدر منه عن إرادته. المكره لا يصدر عنه الطلاق عن إرادة، عن إرادة حقيقية. والعبرة للقصد لا لللفظ، العبرة للقصد لا لللفظ، لأن المكره لم يكن الباعث له على إيقاع الطلاق، على إيقاع الطلاق إرادته ورأيه. مكره لم يوقع الطلاق في حقيقة الأمر بإرادته ورأيه الخاص، وإنما بضغط خارجي دفعه إلى إيقاع الطلاق، ولذلك قالوا هذا الأمر ليس بإرادته فلا يقع طلاقا، فهو خضوع لباعث خارجي وتوقيا من الخطر المهدد به أوقع طلاقا لا يريده. مسألة أيضا أخرى متعلقة بشروط المطلق أي الزوج، هو طلاق فاقد الإرادة بسبب شيء تناوله، بسبب شيء تناوله. فلا خلاف بين الفقهاء بأن من ذهب عقله بتناوله شيئا مباحا إنه لا يقع طلاقه. قد يكون هذا الشيء الذي أذهب عقله مباحا له تناوله، كيف يكون له مباحا تناول هذا الشيء الذي يذهب العقل؟ الأصل عدم الجواز، فكيف يكون مباحا؟ مثلا المريض الذي يتناول المخدر لإجراء عملية جراحية أو أي عملية أخرى تستدعي إلى أن يفقد الإنسان وعيه لفترة معينة، فلربما بهذا الأثناء يتلفظ الشخص المغمى عليه بالطلاق، فهنا لا يقع طلاق، فهنا لا يقع طلاق. أو تناول الخمر تحت ضغط التهديد والإكراه فلا يعول أيضا على كلامه، وهو في هذه الحالة أشبه بالنائم، أشبه بالنائم الذي يتلفظ بالطلاق بدون قصد وبدون إرادة مطلقة فلا يقع طلاق. أما السكران الذي يتناول الخمر أو الحبوب المخدرة وما شابهها بإرادته، بإرادة ليس مكرهًا، ليس هناك داعي لتناول هذه المسائل المخدرة ثم يباشر الطلاق وهو في هذه الصورة، فإن الفقهاء في حكم طلاقه على قولين. الفقهاء هنا اختلفوا في حكم طلاق السكران الذي يتناول المسكر بصورة طوعية، الفقهاء على قولين وبدون مبرر شرعي، الفقهاء على قولين. قول الأول قالوا يقع طلاقه، يقع طلاقه، هذا رأي أكثر فقهاء الحنفية، حتى السبب في ذلك حتى يكون عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية بشرب الخمر وتناول المخدرات، هذه الآفات العظيمة والتي هي سبب رئيسي في انهيار المجتمع وهدم كيانه، لأنه كان السبب في زوال عقله، ولأن عموم الأدلة لم تستثني طلاق السكران في إيقاع الفرقة، فهو تناول المسكر بإرادة تامة بدون ضغط خارجي وبدون مبرر شرعي، فلذلك يقع طلاق، هذا القول له. قالوا أيضا حتى تكون عقوبة له، لكن فيما يتعلق حتى تكون عقوبة له في الحقيقة أيضا يجاب عن هذا الاستدلال، حتى تكون عقوبة له لربما هذه المسألة إيقاع الفرقة لربما تكون عقوبة للزوجة، تكون عقوبة للزوجة، يعني لربما الزوجة رغم أنه وصل إلى هذه الحال، وإن كان الأصل أنه تفارقه، لكن بعض الزوجات يجد عسرا ولربما لا يجد ملجأ يذهبن إليه، فيكون مضطرات في البقاء في تحت عصمة الزوجية، فيكون إيقاع الفرقة عقوبة للزوجة وليس للزوج فقط. قول الثاني قالوا عدم وقوع طلاق السكران، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية، وعللوا لرأيهم بالقول إن صحة التصرف تعتمد على القصد والإرادة، تعتمد على القصد والإرادة الصحيحة، والسكران قد غلب عقله فلا يكون عنده قصد ولا إرادة، هو الأصل في إيقاع التصرفات الإرادة الكاملة، والسكران بالنتيجة هو فاقد الإرادة،
وبالتالي فاقد الإرادة، فاقد الإرادة لا يستطيع أن ينشئ التصرفات التي تترتب عليها آثار حقيقية، فلا يعتد بالعبارة الصادرة منه بالنسبة لهذا السكران، بل تكون ملغاة بالنتيجة ولا قيمة لها، فلا يقع طلاقا. مسألة أخرى تعلق بها الإرادة هي طلاق المخطئ والناسي، طلاق المخطئ والناسي. تكمن دقة هذا الموضوع في كيفية تمييز المخطئ والناسي عن غيره، تكمن دقة هذا الموضوع في كيفية تمييز المخطئ والناسي عن غيره، لأنه لربما بعض الأزواج يتلفظون بالطلاق ثم بعد ذلك يقول أو يدعو بالنسيان أو الخطأ أو أنه لم يكن يقصد ذلك إيقاع الطلاق، فكيف يكون الحكم في هذه المسألة؟ هنا تفصيل للفقهاء، فقالوا ابتداء إذا ادعى الزوج والزوجة أيدته بهذا الخصوص بأن قال إنه أوقع الطلاق وتلفظ بالطلاق ولكنه لم يكن يقصد إيقاع الطلاق، وإنما كان يقصد التلفظ بأمر آخر كأن يقول لزوجته أنت الطاهر فقال لها أنت طالق، هذا ادعاء، والزوجة أيدت ذلك بأن تكون المبررات غير مستوفية حقيقة لإيقاع الطلاق، والدواعي أيضا تؤكد بأنه لم يكن يريد إيقاع الطلاق، فهنا ديانة يصدق الزوج، ديانة يعني أمره يكون إلى الله عز وجل، فلا يقع طلاقه لقوله حسب ادعاءه بأنه كان مخطئا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا هو كان مخطئا أو ناسيا، ولذلك من هذا الاعتبار لا يقع طلاقه. إلا أنه من الناحية القضائية، ونقول من الناحية القضائية أي حصل ترافع إلى القضاء والمسألة رفعت إلى القضاء، فهنا حكم القاضي مرتبط بالقرينة، مرتبط بالقرينة، فإن كانت القرينة قائمة على انعدام الرضا والقصد فإن الطلاق لا يقع، قرينة داعية، ليس هنالك أسباب، ليس هنالك دواعي. الكلام كان في موضوع آخر، نعم فعلا ليس له علاقة بالطلاق، فتلفظ بالطلاق بدت هذه الكلمة دخيلة على أصل الكلام الذي كان يتكلم به، ولذلك القرينة هنا تستوجب تصديق قوله بأنه كان مخطئا عند تلفظ بالطلاق. ولكن إن كانت القرينة تلزم القول بوقوع الطلاق وتدل على أنه كان يريد الطلاق، فهنا يحكم القاضي بوقوع طلاق. فكانت القرينة، كانت هناك، كيف تكون القرينة داعية إلى القول بوقوع طلاقه بأنه الشقاق مستمر، وهذه اللفظة أي لفظة الطلاق لم تكن الأولى، والزوجة أكدت بأنه تلفظ بالطلاق، فهنا القاضي يكون حكمه بحسب القرائن المتوفرة لديه بوقوع الطلاق، ويحكم بالتفريق بناء على ما توفرت لديه من قرائن. أيضا للمواضيع المتعلقة بالإرادة
طلاق الهازل، حكم طلاق الهازل. الهازل هو الذي يتلفظ بالطلاق على سبيل اللهو والمرح، وليس القصد هو إيقاع الفرقة. هذا في الحقيقة وإن لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق، هنا يقول الفقهاء بأنه يقع، جمهور الفقهاء بأنه يقع طلاق. جمهور الفقهاء يقولون بوقوع طلاقه، طلاق الهازل. والسبب في ذلك ورود لدينا أحاديث نصية تنص على وقوع طلاق الهازل. ومن المعلوم بأنه المعقول لا يقوى على معارضة المنصوص، المعقول لا يقوى على معارضة المنصوص. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد. الهزل هنا يعامل معاملة الجد، النكاح والطلاق والرجع، والرجع مراجعة الزوج زوجته. فهنا الطلاق من المسائل التي لا يكون فيها هزل، أي الهزل فيها هو جد. خالف في هذه المسألة الإمامية وبعض الظاهرية في الحقيقة والمالكية، حيث قالوا أن طلاق الهازل لا يقع لعدم القصد إليه. قالوا أن طلاق الرأي الثاني، قالوا أن طلاق الهازل لا يقع لعدم القصد إليه، لكن في الحقيقة الأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الخصوص تؤيد القول بوقوع طلاق الهازل. وبهذا نكون قد ختمنا محاضرتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء في محاضرة أخرى يكون تسلسلها المحاضرة 17.